تناولها اكتر من موقع منهم يلا كوره لميتشو اللي بيقول ان نادي الاهلي فاوضه بعرض مالي اكبر ولكن مشاعره لم تسمح لي بالتخلي عن نادي الزمالك. عجبتني الاسترس عجبني على مشاعره موضوع مشاعره وعجبني كمان ميتشو ذكي والذكاء مطلوب ولكن تستطيع ان تخدع بعض الناس لبعض الوقت ولكن لا تستطيع ان تخدع كل الناس لكل الوقت. بس تصدق يا فارس انا بحب التصريحات دي بالظبط. واحنا قلنا احنا قلنا البعض بيشوفها ذكاء، لا انا بشوف ان التصريحات دي خصوصا لو لها خلفيه تانية. بمعنى ميتشو قبل ما يجي الزمالك احنا هنا بنتناول المدرب، مش بنتناول الانديه، هو تناول تصريح المدرب لما اتكلم عن النادي الاهلي، فبالتالي احنا بنرد من منطلق احنا المفروض نرد عن النادي الاهلي. بالظبط. هو قال قبل ما يجي لصحيفه تايمز الجنوب افريقيه قال ان هو على الزمالك عشان يقدر يضمه ان هو يدفع الكثير من الاموال وان هو لحد دلوقتي مفيش المفاوضات لها اي اساس من الصحه. ميتشو كان بيضغط هنا في رايي بالتصريح ده ان هو يوصل لاعلى راتب ممكن داخل الزمالك، وما اعتقدش الشخص اللي بيكون في حواراته الصحفيه بيلعب على فكره ان انا عايز راتب كبير من النادي عشان اوافق هو اللي هيرفض عرض من النادي الاهلي وهو الراتب بتاعه اكبر، والنادي الاهلي اصلا ما حاولش يتفاوض مع ميتشو وما حاولش. وامتى النادي الاهلي ومدرب على قوه نادي تاني حاول يضمه؟ انا نفسي اعرف اي صفقه حتى مع فكره بقى المشاعر. انا هنا بقيم، انا حطيت معيار الماده والفلوس والراتب بالظبط، فبالتالي هو اللي ارتضى لنفسه المعيار ده احمد زي ما احنا قلنا. احنا على العموم حبينا نوضح الصوره، واعتقد احنا جايبين تصريحات، هو طبعا موقع يلا كوره ترجم التصريحات دي، فاعتقد الامور بقت واضحه للجميع. الخبر اللي بعد كده يا فارس هو قرار لعب النهائي